تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال بناء القاطرات الجديدة محمد نجمة ومحمد الغمري وجلال الديب، وذلك على هامش زيارته لترسانة بورسعيد البحرية. اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة، وذلك ضمن التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية، والذي يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة، منهم 3 قاطرات بالترسانة الصينية تم الانتهاء من بنائهم بالفعل، فضلا عن 3 مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.